يا ليت أطفال العالم يرون ماذا فعلوا بنا ليشاهدوا أو ليعبروا أو ليحسوا شيئا قليلا ما نحس به. تخيل أنك قريب منه من هذا الموقف، وإذ بصوت متفجر وفي البيت يذهب هكذا وهكذا، والأطفال بجانبك أخواتك وأولاد عمك، وأنت لا تعرف ماذا سوف تفعل. أنا أناشد الأمين العام للأمم المتحدة أن ينظر إلى المأساة التي شهدتها قطاع غزة. أريد أن أقول لك يا بان كي مون، انظر، هذا هو السلام الذي يناشدون إياه في الأمم المتحدة، هذا هو السلام. يجب عليك أن ترى جرائم 2008 و2012 وتتحقق منهم، وتحاكم إسرائيل لتكون لديك قلب. إن لم تفعل فليس لديك قلب وليس لديك روح.